دائما رياضي احيانا يكون في حالة يحتاج الى مرافقة، ولكن هو في مفترق طرق، هل يعلم ماذا يحتاج او اساسا هل يعلم ما الذي يحدث له؟ صدر اسكي سي سكي لوي اريف ديجا بور سافوار سكي لوي فو. صراحة يعني الجانب النفسي، الجانب النفسي عنده أهمية كبيرة بالنسبة لي، خاصة أنا ديجا عشت كرياضي سابق، رياضي سابق. أنا نقدر نقول لك باللي راحت لي كاريير كبيرة في كرة قدم على الجانب النفسي. الجانب النفسي ما كنتش نعرف نسير أموري من ناحية نفسية، ما كانش عندي مرافقة نفسية، وطبعا المحيط ما ساعدنيش كذلك باش يعني نفجر طاقة تاعي. كاين الناس ما يعرفوش بلي كاين محضر ذهني وكاين محضر نفسي ام سيكولوج. محضر ذهني يسوكيب كو دي تكنيك دو بريباراسيون مونتال، سا فو دير سي تي مويان نعطيلو وسائل لي 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 بور اميليوري لا بيرفورمانس تاعو. فوالا. وفيما يخص الجانب النفسي، الجانب النفسي يخص لا بيرسون، لا بيرسون الشخص. دونك الشخص كشخص لازم يكون واحد عنده ان ديبلوم دو بسيكولوج. ما نقدرش انا محضر ذهني يفا سوكيبي دو لا في، الحياه الشخصيه تاع ان اتليت اللي يكون عنده مشكل في مرحله ما وما عندوش الحق ينترفوني. لازم نعرفوا لي ليميت بين محضر الذهني والمختص النفساني. بالفرنسيه لا بيرفورمانس فيها كات ليمون، فيها ليمون تكنيك تاكتيك فيزيك اي مونطال. انا نقول مونطال سي البلوز امبورطون فيهم كاع. انايا التحضير الذهني يلعب دور كبير في لا بريباراسيون جينيرال. كاين مثل يقول لك كي فير دو غران شوز دو سابليكي او بتي ديتاي، اي لي بتي ديتاي سي سا. Maintenant, c'est devenu du grand détail. من الجوانب اللي ما نعتنيوش بها بكثرة، لأنه من تعرف باللي التحضير الرياضي تاع المستوى العالي عنده تقريبا كات فولي، كاين لا بريباراسيون فيزيك، كاين لا بريباراسيون تكنيك، لا بريباراسيون تاكتيك، اي لا بريباراسيون مونتال. حنا عادة لا بريباراسيون مونتال ما نعطيولهاش الأولوية اللازمة اللي لازم تكون عندها في المجال تاعنا تاع الرياضة. باسكو كي تلحق المستوى، خاصة في المستوى العالي، يا لازم لك جانب نفسي قوي، مرافقة نفسية. كي يشوفوا بعض الرياضيين الكبار عندهم لور بروبر بريباراتور مونتال في المنافسات يعني القوية لتحضير لهذه المنافسة. بالتالي الفكرة اللي تجيني الآن أنه مرافقة الرياضي تبدو تقريبا أكثر من ضرورية، خاصة في التحضيرات للمواعيد الرياضية الكبرى.